يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت أخت صاحبي بمبلغ 25,000 ريال، وقد تزوج أختي 26,000 ريال، فهل يعد هذا شغارا؟ ما دام أنه تمت العقود هذا ينظر فيها القاضي، تراجعون المحكمة تنظر فيها. نعم. وكذلك يقول فضيلة الشيخ، أما لو كانت العقود ما تمت فنقول لا، ما يصلح هذا الشغار، لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي، لأن المسألة فيها خلاف، إذا فيها مهر فيها خلاف. نعم.